ننتقل إلى آخر موضوع في هذا الشابتر، هو دوبلر إفكت أو تأثير الأنهون دوبلر. ما هو تعريف دوبلر إفكت الأنهون؟ هو تعريف كالتالي: It is the apparent change in frequency of or wavelength. هو تغيير ظاهري وليس طبعا حقيقي، لأن هنا إن frequency في تردد أو wavelength أو طول موجي. متى بيحدث الآن هنا؟ that occurs because of motion of the source or observer of a wave. إذا هنا ينتج double effect إذا كان في عند observer مشاهد وفي عندي source للآن هنا الصوت على سبيل المثال أو لطوب غض النظر. لأن إذا كان أي واحد منهم بيتحرك أو اثنين بيتحركوا بيحصل عندي double effect، لكن إذا كان source ثابت والأوبزرفر ثابتين ما في موشن ما بيحصل دوبلر إفكت. إذا دوبلر إفكت أول نقطة لازم نفهمها هو عبارة عن تغير ظاهري في التردد أو في الويف لينكث، لأن هنا يحدث نتيجة الموشن لحركة السورس أو الأوبزرفر لأن هون الآن الموجة. طبعا الآن هون هاي في رسمي هنا ببين شو مقصود في المثال على الويفز. الآن هنا دوبلر افكت موجود في كتاب ترجعوا له، قارب والماء وفي عندي بس اللي هو الامواج الماء وهكذا، يهمني شيء كثير. الان بيهمني هون الان انه ما يلي: When the relative speed of the source and observer is higher than the speed of the wave. عندما يكون سواء نسبية للسورس للمصدر و and the observer ومين والان هون المراقب والمشاهد اكبر من السبيد لمين للموجة، الآن هنا the frequency appears to increase. راح نلاحظ انه frequency راح الآن هنا راح نشعر كأنه قيمته الآن هون الآن ازدادت. لكن لما هي السرعة المصدر اللي بيعطيني موجة أو سرعة المشاهد أو سرعة المشاهد أقل من سرعة الموجة اللي frequency appears to decrease، راح نلاحظ انه frequency هو قل. إذا هنا في عنا ثلاث أفراد نميز منهم، في عنا سرعة الموجة، في عندي مصدر لهي الأمواج، في عندي مشاهد يعمل لرصد أو لهي الآن هون الأمواج. فالآن سرعة الموجة مختلفة عن سرعة المصدر اللي بينتج موجة، وبيختلف عن سرعة الشخص الآن هون الآن اللي بيراقب هاي الأمواج. فإذا كان عندنا سرعة الشخص الآن هون وسرعة المصدر منتج أمواج أقل أكبر من سرعة الآن الموجة frequency بيزداد، إذا كانت سرعة المصدر وسرعة الشخص الآن هنا أقل من سرعة الآن هنا الموجة frequency الآن هون بقل. هاي طبعا هنا بشكل عام. الآن خلينا نشوف الآن ما يلي كيف ممكن نشتق معادلات دوبل افكت بشكل بسيط وسريع بدون ما ندخل تفاصيل كثير في الماثماتكس. فين الان هنا observer moving، الان هنا ان الاوبزرفر هذا الشخص راكب على بسكليته moving بيتحرك كان بسرعه بي زيرو الى اليمين، وفي عندنا هنا سياره، هاي سياره ساكنه السورس اترست الان هنا. اذا the observer moves with a speed بي زيرو، هذا observer تحرك بسرعة في زيرو إلى اليمين. Assume a point source that means it's stationary relative to the earth. في عندي point source أفترض هذا فرضا ممكن يكون عندي ماتور سيارة أو ممكن يكون عندي زامور في هاي السيارة، فهي سيارة ساكنة ما بتتحرك stationary ساكنة إلى هنا. ونعتبر هذا المصدر للصوت اللي هون ممكن يكون زامور هو point source. زي ما شفنا ال point source بمثل الآن الأمواج عبارة عن spherical waves مستحدات كلهم في هاي الآن هون المركز الآن هنا، والمسافة بين هذا طبعا لما ضول كل النقاط على نفس الدائرة على هاي الدائرة وهاي السفير، طبعا إذا مش تكون سفير وكون عبارة عن الآن هنا لهم نفس الفيز، المسافة من هون لهون هي طول موجة، من هون لهون هي طول الآن هون الموجة. إذا بما أن السورس أترست ساكن طول الموجة يبقى الآن هون الآن ثابت الآن هنا. إذا حكينا راح من أفضل الآن هنا نمثل
الأمواج في عبارة عن ويف فرونتس الآن هنا، وال سيرفيسز الآن هنا. طبعا المرسوم نسميه عبارة عن ويف، كل سطح ما نسميه عبارة عن ويف الآن هون فرونتس. المسافة between two successive or adjacent wave fronts يسمى هي الويف الآن هون الآن لينكث. الآن في عنا مين بيتحرك؟ الموجة والمراقب. سرعة الموجة هي V الآن هون، وترددها يساوي F عبارة عن موجة، وطول إلها اللي هي الأمواج الصوتية لمدة. إذن الفريكونسي F هي خصائص مين اللي الموجة أمواج الصوت اللي سرعة V. الآن عندما طبعا الزيرفر يتحرك باتجاه المصدر الآن هون، راح يشوف السبيد الأمواج بالنسبة لهذا الشخص راح تزداد. ليش؟ لأنه هو بيتحرك، هاي الموجة بتحرك هيك السرعة، هو بيتحرك باتجاهها بيقترب منها. إذا كان بشوف إنه الآن راح يسمع صوت أعلى أعلى، يزداد سرعة الصوت الآن هنا. الآن كل ما اقترب أكثر شوية منه بيزداد سرعة الصوت اللي بيسمعه. هذا يعني كأنه سرعة الموجة ازدادت. المقدار السرعة هاي بالنسبة لشيء يساوي سرعته زائد سرعة مين الآن هون الآن الموجة زائد سرعة الآن هون الشخص الآن هون، هي في زيرو. طبعا الشخص لاحظ هنا بيتحرك باتجاه المصدر الآن هون. طبعا طول الموجة ما بتغير إذا أنت changed حكينا، لأنه هاي الآن المصدر هنا source at rest الآن هون. وبالتالي ما هي علاقة V prime تساوي V plus V zero الآن هنا؟ لأن V prime هي سرعة الموجة اللي بيستقبلها هذا الشخص اللي مراقب الآن هنا. لكن في علاقة، بنعرف السرعة، سرعة الموجة تساوي طول الموجة في التردد F. هاي علاقة سرعة الموجة دائما شو تساوي؟ سرعة الموجة هي بشكل عام تساوي السرعة المسافة على الزمن. المسافة هي لمدة، الزمن الواحد على الزمن هو التردد. بالتالي الآن بقدر أكتب بدل V prime شو عبارة عن لمدة في F prime. ما بكتب لمدة prime نفسها ثابتة، لمدة نفسها ما تغيرت. إذا F V prime هي عبارة عن F prime في لمدة، وبالتالي بقدر أكتب V هون بدل V prime هي عبارة عن F prime في زي في بلس في زيرو على مين؟ على لمدا الان هون الان. لكن لمدا اصلا هي نفسها عباره عن بعرف كمان في نفسها هون، في تساوي لمدا في لمدا في اف الان هون. ومنها بقدر اكتب الان هون بدلاله الترددات انه هاي من العلاقه، بقدر اشتغل علاقه تالية. وهي طبعا هون اف برايم، هون خطا مطبعي، اف برايم تساوي في بلس V زيرو على V في F الآن هون. F برايم تساوي V بلس V زيرو على V في الآن هون الآن F. إذا ما هي F برايم؟ هو التردد اللي راح يسمعه الأوبزيرفر اللي بيتحرك، الشخص F برايم راح يتهيأ له، راح يسمع تردد بقدر F برايم الآن هون. والآن هذا التردد الآن هنا الشخص الآن هنا اسمه F برايم أكبر من التردد الآن هون لهي الموجة. التردد الموجة الأصلي هو عبارة عن F، بس الشخص الآن راح يسمع تردد كان مقداره F برايم. ما هو F برايم؟ علاقته مع F هي من خلال السرعة. F برايم هون F برايم تساوي V بلس V زيرو على F في V في F هون. إذا كان الشخص يقترب من المصدر، بس لو كان مبتعد، لو كان الشخص هذا تعب سكريت عكس، هو بيتحرك الى اليسار، والكمان الموجة تحرك اليسار. اذا يبتعد عن المصدر، لان بهاي الحالة راح يتغير عندي بدل V بلس V زيرو V ماينس V زيرو، فبالتالي راح يبدأ هنا راح يشوف التردد عندي قل شوي، لانه اللي يبتعد عن المصدر راح التردد عندي يقل. لما يقترب من المصدر التردد الان هون الان بيزداد. اذا هون نفس الشيء، هاي اف برايم وهاي هنا الان اف، انتبه هاي الشيء.
الآن طبعا الآن لو بدنا نشوف الآن ما يلي، هو الآن لو بدنا نشوف الحالة الثانية للدوبلر افكت اللي هنا، انه بدك اعمل عكس، بدي اخلي الاوبزيرفر يكون اترست، اوبزيرفر اترست اللي هو المشاهد المستمعين للصوت سواء ساكنين الان هنا، والمصدر اللي بيتحرك بدي اعكس الان هنا، المصدر بدي اياه يتحرك لكن المشاهد او المستمع هو اترست ساكن. في الحالة راح يحصل عندي لو خلنا مشاهدين، هذا A ومشاهد ثاني B، والمصدر بيتحرك إلى اليمين في S الصوص، وهذا الواقف وهذا واقف ما بيتحرك. خلال الان هون الى الموشن الان هون الى شو يحصل عندي الان لاحظ عندي حكينا point source مثله في طبعا ويف فرونتس سيركل ويفز بنسميها ويف فرونتس، بالتالي لما يبدا يتحرك بهذا الشكل الصوص انه يصير عندي تقارب بين مين الويف فرونتس، التقارب بين الويف فرونتس اللي يتحرك الصوص شو يعني، وتباس طبعا هون اوبزرفر شو يعني، لان هنا راح يعني طول موجه يقل الى هنا ويصبح عباره عن لامدا برايم الى هنا. اذا لكن هون بالنسبه للشخص اللي هون الثاني اللي مصدر يبتعد عنه شو راح يلاحظ، لان هون لاحظ انه المسافه بين الويف فرونتس تكبر الى هنا، اذا الموجه الان هون الان راح كمان تقل، الان راح طبعا الموجه راح تظهر كمان راح الان هون الان تتغير، هون بتقل هون طول موجة بيزداد، هون طول موجة الان هون الان بقل. اذا هذا عكس لما يكون ستيشنري طول موجة يبقى ثابت الصوص، لكن لما الصوص يتغير طول الموجة راح يبدأ يتغير وليس الان هون الان ثابت. اذا as the source moves toward the observer، لما الصوص يتحرك باتجاه الobserver the wavelength appears shorter بقين اقل، as the source moves away مبتعد عن الشخص the wavelength appears longer تظهر كان الان هون الان اطول. ومن هاي العلاقات الان هون الان راح نبدا نشتغل مع علاقات، نشتغل العلاقه التاليه انه اف برايم وشو تساوي في سرعه الموجه على في ناقص في للصوص في اف، وبالتالي هنا اف راح تزداد لان هنا اف ناقص اف زيرو نقصته الان هنا، اذا اف برايم راح تزداد الان طبعا اللي الشخص اللي هذا الشخص اللي هنا راح يشوف يحس انه الفريكونسي ازداد لانه راح يسمع صوت اقوى اقوى، ليش؟ لانه اكثر من الصوص، واتوقع انه صوت اقوى شويه وبالتالي يكون عندي الفريكونسي تقل، لكن هذا راح يحس انه هذا الصوص ايش اللي بيبتعد عنه، اذا ابتعد عنه راح يحس يصير الصوت يخفت شوي شوي، اذا تردده يكون عندي هنا اقل. فبالتالي إذا كان المصدر يقترب من الشخص المراقب F برايم تساوي V على V ناقص VS في F، وبالتالي الآن هنا بيزداد الفريكونسي. إذا كان المصدر يبتعد عن المراقب يكون F برايم تساوي V على V بلس VS في F، وبالتالي المصدر الـ F برايم يكون أقل من F، هون F برايم أكبر من الآن هون الآن F. ومن الآن هون أنا بقدر أكتب double effect هاي العلاقتين اللي هو اول شيء شو عملنا، ثبتنا المصدر والمراقب تحرك. الحاله الثانيه شو عملنا، المصدر الان هون يتحرك والبزيرفر اتس، بس هذول بقدر اجمعهم بشكل عام الان هون لو كانوا الاثنين بيتحركوا، المصدر ممكن يتحرك والكمان اوبزيرفر بيقدر الان هون يتحرك، وتاني نكتب العلاقه التالية اف برايم تساوي في بلس في زيرو لمين؟ في زيرو هي للشخص الاوبزيرفر او في او الاوبزيرفر على في ناقص في اس، في اس هي للسورس اس للسورس وبالتالي حتى الانسان ذكر، والفي هي الان هون الان الموجه، لك اف برايم تساوي في بلس في زيرو في ناقص في اس في الان هون الان اف. الان في عندي بلس وماينس لانه بدنا ننتبه للاشارات، وانا ممكن بلس ماينس وممكن عندي بلس وماينس. البلس وماينس بيعتمد على ما هي في زيرو وما هي في اس واتجاههم بالنسبه لي الان لبعض. اذا the sign depends on the direction of the velocity اتجاه السرعه.
A positive value, that means the plus, the V0 or Vs, the positive value is used for the motion of the observer or the source toward the other. إذا كان عندي source الآن هنا والobserver الآن بيقتربوا من بعضهم بحط زائد زائد. ونيجاتيف ساين از يوزد وين ذا موشن اوف ون اواي فروم ذا اذر، اذا كانوا يبتعدوا عن بعضهم هون بحط سالب هون بحط لان هون الى سالب. اذا في زي وفي اس موجب او سالب بيحتمل اذا كان بيقتربوا من بعضهم يكون عندي بلس، واذا بيبتعدوا عن بعضهم يكون عندي لان هون الى ماينس لان هنا. وبالتالي لان هون راح نستخدم قواعد بسيطه ومناسبه للاشارات. The word toward باتجاه is associated مرتبطة with an increase in the observed frequency. إذا كلمة toward باتجاه هي مرتبطة إنه زيادة في ال frequency، وبالتالي كان بلس 1 عندي هنا بتكون عندي ماينس الآن هنا الآن. و the words away from بتعد عن مرتبطة في decrease in observed frequency. وبالتالي هون تصبح هي ماينس هاي تصبح عند هنا لان بلس لان. The Doppler effect is common on all waves. طبعا Doppler effect هو ظاهرة تطبق على جميع الأمواج سواء أمواج صوتية أو أمواج كهرومغناطيسية أو أمواج أخرى. والآن Doppler effect does not depend on distance، لا يعتمد على المسافة الآن هون الآن. من بعض الأمثلة كمان نقدر نشوفها دبلر افكت في أمواج الماء كمان، لأن هنا هو بهاي الآن عند السورس بيتحرك، الآن لما بيتحرك السورس لاحظ الآن الويف فرونتس اللي باتجاه سي شو بصير يقتربوا من بعضهم، لكن اللي هنا هاي يبدو يبتعدوا عن الآن هون الآن بعضهم. وهذا المثال 70 اكزامبل، هذا راح نحله موجود حله في أمثلة الموجودة في الكتاب. الآن آخر شيء في عنا مسمى الشوك ويفز الماك ماتش نمبر الآن هون الآن. بس الشوك ويفز أمواج صادمة صوتية، لأنه صادمة ما بهمني نعرفها متى بتحصل عندي. إذا كان عندي طبعا مصدر للصوت وهذا المصدر الصوت بيتحرك، إذا كانت سرعة هذا المصدر أكبر من سرعة المين الأمواج إلى هنا. إذا في عنا فرضا زي سيارة، لأن هنا هاي سيارة بتتحرك، في زامور، زامور لأن شو بيعمل هنا؟ بيطلع صوت، هذا الصوت عبارة عن أمواج صوتية، هاي الأمواج الصوتية إلها سرعة، إلها إلى هنا سرعة، والسيارة إلها سرعة. مش شرط انه لا يعني لا، اذا الزامور موجود على السيارة لا يعني سرعة الامواج ناتج عن الزامور نفس سرعة السيارة. ممكن يكون عندي سرعة السيارة اكبر او تساوي او اقل من سرعة الزامور. اذا كان عندي سرعة السيارة اكبر من سرعة الان هون الزامور، راح يكون عندي الان يشكل الامواج الصوت هاي راح يشكلوا لي عبارة زي مخروط الان هنا. وهذا المخروط الآن هاي طبعا بيعمل له رأسه نصف رأسه بيزوي لي يساوي ثيتا. الساين ثيتا اللي هو المقابل على طبعا المجاور الوتر اللي يساوي في على في اس الآن هنا. وإذا كان في اس أكبر من في بيعطيني ما يسمى طبعا الشوك الآن هون الآن ويفز الآن هنا. إذا بهمني شوك ويفز كارز و طب إذا الكونيكال ويف فرونت برودوس وين في اس از نون از شوك الآن هون ويف الآن. إذا وبالتالي إذا كان في اس أكبر بس بيعطيني شكل مخروطي الآن هنا، واللي هذا الحركة الآن الأمواج الآن هنا، وهذا ممكن يسمى سوبر سونيك الآن هون سبيد الآن هون. وشوك ويفز لهم خاصية كارز أجريت ديل أوف إنرجي بيحملوا من كريون الطاقة. Concentrated on the surface of the cone، وين متركز على سطح هذا الكون. و they are corresponding great pressure variation، وفي عندي تغير كبير في الان هون الان pressure. وطبعا الان هون بس اقول لك حكي متى بنحصل على شوك ويف، اذا سرعة المصدر اكبر من مين من سرعة الان هون الان الموجة. الان بشكل سريع شوك ويف تقدر في الكتاب
واشوف معلومات اكثر، وهيك نكون انهينا هذا لان هون الى الشابتر. يعطيك العافية.